أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. إن ولي الله نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه إن الذين
صدق الله العظيم.